الطلاب المرحله الثالثه معكم الدكتور احمد عبد الامير دفار اخصائي جراحه القلب والصدر والاوعيه الدمويه. نلتقيكم اليوم بالمحاضره الثانيه الخاصه بماده الجراحه. Today we will talk about chronic limb ischemia. If you remember, we talked about acute limb ischemia in the previous lecture. Today, we are about to talk about chronic limb ischemia, which means القصور الشرياني المزمن. Regarding chronic limb ischemia, the most common cause of chronic limb ischemia is atherosclerosis. And there are several risk factors for atherosclerosis, including diabetes mellitus, hypertension, smoking, sedentary lifestyle, obesity, advanced age, and male gender, in addition to this dyslipidemia. احنا نعرف اكو risk factors يعني for atherosclerosis مثل ما اتكلمت هسه قبل لحظه وذكرتهن امامكم. The risk factors for atherosclerosis واكو احيانا تقسيم يعني للrisk factors for chronic limb ischemia or for atherosclerosis. يقسموها احيانا modifiable and unmodifiable risk factors for atherosclerosis. ال unmodifiable risk factors هي ال advanced age زائد male gender. اما بالنسبه لل modifiable risk factors اللي هي يعني ممكن نسيطر عليها تشمل ال diabetes mellitus, hypertension, obesity الى اخره. اوكي. Regarding the patient with acute chronic limb ischemia, the presentation may be either asymptomatic. راح يسأل أحد الطلاب يقول دكتور إذا هو asymptomatic أنت شلون اكتشفت بأنه عنده chronic limb ischemia وهو asymptomatic؟ أحيانا قد يجينا مريض مثلا للاستشارية أو للمستشفى يشكو من الساق، من آلام في الساق أو من ورم بالساق أو من إحمرار بالساق فرضاً، يعني يشكو من أعراض معينة تخص مثلاً الساق. تجي أنت كطبيب يعني تفحص وتسوي complete examination of the leg وتكتشف during your routine examination بأنه for example the distal pulse of the leg is negative and the cold and the limb is cold with brittle nails مثلا. فهاي العلامات اللي حكيتها هاي تعتبر علامات الكرونيك limb ischemia، بس المريض ما جاي عليها، يعني جاي على اعراض يعني تخص الساق ولكن يعني الاعراض اللي يشكو من عندها ما تخص الارتريال انسفيشنسي، يعني ما تخص الارتريال سيستم عفوا، وانما تخص مثلا ذا سكين أو تخص the venous system أو تخص يعني structure آخر يعني موجود بالساق. ف during routine examination أحيانا نكتشف يعني بأنه المريض عنده chronic limb ischemia. نلقى distal pulse مثلا مثل ما تكلمنا نلقى negative، نلقى nails are brittle يعني الأظافر هشة زين، نلقى مثلا الساق يعني التي يشكو منها المريض يعني بارده كولد. هاي كلها علامات تدل على وجود كرونيك limb ischemia. اوكي، بس المريض اسيمتوماتيك والطبيب اكتشفه بطريقه الصدفه accidentally يعني during examination of the leg. المرحله اللي بعدها اللي ممكن يعني ياتينا بها المريض هي الانترميتنت claudication. شنو معنى الانترميتنت claudication؟ المريض اللي يمشي مسافه معينه
وتصير عنده آلام بالساق بسبب انسداد الشريان. هاي الآلام احنا نسميها intermittent claudication. البداية يقول لك المريض أنا أمشي دكتور مسافة بعيدة مثلاً كيلومتر كامل يلا تصير عندي هذه الآلام. مع الوقت يجوز المريض يبدي يمشي 500 متر وتبدي عنده هذه الآلام. مع الوقت أكثر فأكثر تقل المسافة التي تؤدي إلى حدوث الآلام، آلام الانترميتنت كلاوديكيشن after walking. فممكن يوصل مرحلة يمشي 100 متر ويصير عنده هذا الألم، بعدين 50 متر ويصير عنده ألم، بعدين يوصل مرحلة يجوز يمشي 5 مترات ويصير عنده ألم. زين هاي يسموها intermittent claudication. طبعا the cause is arterial chronic arterial insufficiency. الساق العضلات الموجودة بالساق التي المصابة بالarterial chronic arterial insufficiency يعني تصير بها في مسألة معينة تؤدي إلى حدوث هذه الآلام. والسبب بالمختصر هو كالآتي، احنا نعرف انه العضلات يعني النوع الميتابوليزم بالعضلات هو ايروبيك ميتابوليزم. اذا عندي arterial insufficiency كمية الدم الواصلة للعضلات راح تقل، بالتالي الأكسجين الواصل للعضلات راح يقل، فيتحول الميتابوليزم من ايروبيك الى انيروبيك ميتابوليزم، يتحول من ايروبيك الى انيروبيك ميتابوليزم. هذا الانيروبيك ميتابوليزم الصفة المميزة للانيروبيك ميتابوليزم هو انه راح يصير عندنا accumulation of lactic acid hydrogen ions CO2 inside the muscles. ليش؟ بسبب الـ anaerobic metabolism. راح يصير عندنا accumulation of these metabolites. These metabolites cause irritation of the sensory nerve endings. And this is the cause of pain in the muscles after walking a certain distance. بنيمشي مسافة معينة ويقل وصول الدم للمنطقة ويقل بالتالي وصول الأكسجين للمنطقة، العضلات يعني بدل ما يصير بها ايروبيك راح يصير بها انيروبيك ميتابوليزم، وتبدي تتجمع الهيدروجين ايونز زائد سي او 2 بالمنطقة، منطقة العضلات يعني اقصد انا، ويصير اريتيشن اوف ذا سنسوري نيرف اندينجز. وهذا يعتبر كملخص عن سبب حدوث هذا الانترميتنت كلاوديكيشن. إذا تقدمت حالة المريض أكثر راح يعني بدل ما يصير عنده intermittent claudication بعد ما يمشي مسافة معينة ممكن يوصل للمرحلة مرحلة الريست بين، يعني المريض يشكو من ألم بدون أن يمشي مسافة معينة، بدون أن يمشي مسافة معينة يصير عنده pain. هذا ما يسمى بالريست بين. الريست بين occurs usually at night. من يريد المريض ينام بالليل ويريد يرتاح ويتمدد وتغفى عينه يبدي عنده إذن هذا الألم اللي هو الـ rest pain. إذا قدمت حالة الـ chronic arterial insufficiency أكثر وأكثر ممكن يوصل مرحلة الـ ischemic ulceration اللي إحنا أيضا نسميها بتسمية أخرى نسميها بالـ minor tissue loss. وإذا تقدمت الحالة أكثر ممكن نسميها يعني ممكن الحالة الأخيرة إحنا نسميها بالميجر تيشيو لوس أو ما يسمى بالفرانك جانجرين. المريض عنده جانجرين أصابع سود أو مقدمة القدم أصبحت يعني سوداء، زين، والمريض مصاب بالجانجرين. زين هذه تعتبر يعني أسوأ مرحلة يصلها المريض اللي هو مرحلة الفرانك جانجرين أو ما يسمى بالميجر تيشيو لوس، وهي آخر مرحلة من مراحل الكرونيك ليمبسكيميا.
وتعتبر يعني خطرة جدا، لأن احنا نعرف الجنجرين ممكن يسبب لي مشاكل كثيرة. الجنجرين ممكن يسوي لي سبسس، وممكن يعني يكون السبسس سبب في وفاة المريض. أوكي، المريض اللي واصل مرحلة الفرانك يعني جانجرين أو ميجر تيشيلوس يكون في حالة خطرة. المريض معرض في أي لحظة يصير عنده سبتيك شوك ويدخل بالكومبليكيشنز أوف سبتيك شوك اللي هو المالتي أورجان فيلر. مالتي أورجان فيلر، أوكي. ولذلك يعني من يوصل هيك مرحلة المفروض يعني يكون تصرفنا يعني سريع، وما نتهاون أو نتأخر في تقديم العلاج المطلوب للمريض. بس التنويه، الجنجرين إذا تذكرون تعريفه هو النكروسز زائدا انفكشن. نكروسز زائدا انفكشن. النكروسز هو death of tissue when it becomes superimposed by infection. Gangrene may develop. Okay, أنا من عندي يعني necrosis ويصير وياها infection، يعني ممكن بالحالة يصير، مو ممكن صراحة، هو يعني مو ممكن، وإنما definitely، عفوا definitely راح يعني ساعتها يتولد عندي الجنجرين. إذا الجنجرين هو عبارة عن necrosis اللي هو death of tissue superimposed by infection، والinfection إذا كان minimal راح يكون نوع الجنجرين هو dry gangrene. أما الجنجرين إذا كان severe infection، نوع الجنجرين اللي راح يتولد هو wet gangrene. أوكي، هذا هاي صور، صورة أو صور عن ال عن ال complications of chronic limb ischemia اللي ممكن تصير بالقدم. عندكم واحدة من ال complications اللي هو ال ulcer، ischemic ulceration، وعندكم ال إذا صار عندنا blackish discoloration of the toes، مثل ما أمامكم هنا عندنا blackish discoloration of the big toe. هاي الحالة احنا سميناها بالجنجرين. What can you see in the limb affected by chronic arterial insufficiency؟ شنو اللي ممكن تلاحظه بالساق او بالطرف العلوي المصاب بالchronic arterial insufficiency؟ اول شيء by examination the distal pulse is negative. ثانياً the muscles are atrophied. ثالثاً the nails are brittle. رابعاً hair loss إلى آخره. أوكي، النبض غير موجود والعضلات صار بيها ضمور والأظافر صارت هشة مع فقدان الشعر. أوكي، هذه العلامات اللي نشوفها بالطرف المصاب بالكرونيك arterial insufficiency. What are the investigations we do for a patient with the chronic arterial insufficiency؟ أول شيء يعني قبل كل شيء أكو ما يسمى بالABI. ABI هو اختصار إلى Ankle Brachial Index. ABI is defined as the ratio of the of blood pressure around the ankle joint on the blood pressure around the arm. إذن هي النسبة بين الضغط حول الكاحل إلى الضغط في العضد. من نسوي يعني من نقسم مثلا for example مثلا the احنا عادة اللي البلد بريشر اللي نستعمله هو المين، مين بلد بريشر. فور اكزامبل مثلا عندك ذا مين بلد بريشر بالانكل اراوند ذا انكل جوينت 100، اند ذا مين بلد بريشر اراوند ذا ارم 100. 100 على 100 يطلع واحد، هذا هو الطبيعي.
من يبدي عندنا يقل المين بلاد بريشر around the ankle joint in comparison with the blood pressure around the arm راح الريشيو يبدي يقل يعني ينزل جوا الواحد. يعني for example المريض عنده chronic arterial insufficiency and the mean blood pressure around the ankle joint is 70 and the blood pressure around the arm is 100 70 على 100 يطلع 7 بالعشرة. إذا الكرونيك أرتيريال إنسفيشنسي تقدم أكثر فأكثر ممكن يوصل مرحلة the mean blood pressure around the ankle joint مثلا يصبح 50 أو 40 من تقسمه على ال blood pressure around the arm راح يقرأ مثلا 5 بالعشرة 4 بالعشرة ممكن يوصل مرحلة 3 بالعشرة من يوصل هيك مرحلة تعتبر هاي حالة متقدمة من الكرونيك ارتيريال انسفيشنسي اند تريتمنت از انديكيتد از اير از رابيد از بوسيبل اور از ايرلي از بوسيبل. ممكن نستعين بالكلر دوبلكس سكانينج اللي هو الدوبلر احنا نسميه ايضا في تشخيص الكرونيك ارتيريال انسفيشنسي. احيانا نلجأ الى التراديشنال انجيوغرافي اللي هي القسطره. احنا هنا بالناصريه مثلا عندنا مركز القلب يسوون باستمرار تراديشنال انجيوغرافي اللي هو القسطره. بس احنا هنا بنسولف عن القسطره للاطراف وليس قسطره القلب. اوكي سي تي اي اختصار الى كمبيوترايزد tomographic angiography computerized tomographic angiography MRA magnetic resonance angiography هاي تعتبر ايضا other investigations used for the assessment and diagnosis of chronic limb ischemia. راح نسأل المريض اللي عنده كرونيك ليمبسكيميا كيف يتم علاجه؟ شلون يعني نتعامل وياه؟ بهذه الطريقة كلهم نسوي لهم عملية؟ كلهم مثلا ما نسوي لهم عملية؟ راح أبشركم تقريبا 60 إلى 70% من المرضى اللي عندهم كرونيك ليمبسكيميا they respond usually to conservative treatment. يعني تقريبا ثلثي المرضى اللي عندهم كرونيك ليمبسكيميا يستجيبون للعلاج التحفظي conservative treatment معناها علاج تحفظي او شو نسوي control of hypertension. يعني اذا المريض عنده hypertension نعالج الهايبرتنشن. احنا عرفنا بانه الهايبرتنشن is risk factor for atherosclerosis so control of elevated blood pressure is mandatory. اثنين إذا عنده هايبرليبيديميا أيضا سيطر عليها by مثلا drugs for example statins. أوكي كذلك إذا المريض يعني كان diabetic we have to control hyperglycemia. إذا المريض كان smoker لازم تنصحه بأنه بأن يمتنع عن التدخين. So abstinence of smoking is mandatory. Okay. إذا المريض يعني يتصف بالخمول وقلة الحركة راح ننصحه بالحركة لأنه زيادة الحركة يعني بها عدة فوائد. أول شيء يعني ممكن يعني ال graduated exercise يعني program يفيدني بعدة نواحي. يعني ممكن ينزل لي البلد بريشر ممكن يسوي لي ريجوليشن اوف ذا ليبيد بروفايل يعني ينظم لي الترايجليسرايد زائد الكوليسترول كذلك يقلل لي من اعراض الهايبرجلايسيميا. يعني من يتحرك الانسان على فكره يزيد السنسيتيفيتي اوف انسولين وبالتالي احتياجه للانسولين اذا كان دايابيتيك واحتياجه للأورال ميديكيشنز اللي نستعملها بالديابيتس ميليتس راح يقل احتياج المريض لهاي الأدوية إذا يعني بدأ يتحرك وبدأ يمارس يعني
يعني exercise يعني بشكل منتظم، بشكل منتظم. أوكي. كذلك ال weight، أو عفواً قبل ال weight، ال exercise قلنا عليه عدة فوائد، راح ينظم لنا البلد بريشر، وراح ينظم لنا الليبيد بروفايل، وينظم لنا البلد شوغر، كذلك راح يساعدنا في تخفيف وزن المريض، وراح يعني كذلك يشجع على تكوين the collateral circulation in the affected limb. يعني إذا المريض عنده chronic arterial insufficiency وتريد زيد وصول الدم للطرف المصاب، عادة الاكسرسايز يساهم في تكوين وزيادة عدد الكولاترال سيركوليشن. اوكي، نتقدم اكثر. اذا كان المريض اوبيز راح نقول له يو هاف تو انكريز يو هاف تو ديكريز يور ويت. سو ويت reduction is also mandatory. Weight reduction is also mandatory. لذلك يعني واحدة من ال يعني modalities of treatment يعني ضمن ال chronic limb ischemia هو weight reduction. زيادة الوزن تعالج أيضا بعدة طرق، يعني قد يكون by exercise، قد يكون by drugs، يعني قد يكون by decreased oral intake، يعني يقلل من تناول الأكل إلى آخره. المريض اللي مصاب بالكرونيك ليمب إسكيميا ممكن نعطيه ميديكيشنز. من ضمن الميديكيشنز عندنا الأسبرين مثلا اللي نصنفه ضمن البليتلت إنهيبيترز، أو ما يسمى بالأنتي بليتلت إيجنس، لايك أسبرين، كلوبيدوغريل، برزنتين اللي هو دايبريدامول، برلانتا إذا سامعين بها موجود ايضا as an anti platelet agent. اوكي. اما الفيزو دايليترز فتشمل التولازولين اللي هو الفا 1 ريسبتور بلوكر، كذلك عندنا other examples of vaso dilators like calcium channel blockers, for example nifedipine and amlodipine بالN وليس بالM. Then vasodilators كexample عندنا alpha 1 receptor blocker اللي هو تولازولين، وعندنا كذلك calcium channel blockers اللي هو نيفيدبين زائد الأملودبين. أوكي. Other examples of drugs which may be used for chronic limb ischemia تشمل الهيموريولوجيك agents like بنتوكسيفيلين زائد سيلوستازول. البنتوكسيفيلين زائد سيلوستازول act by different mechanisms. First of all, they are vasodilators. اثنين، they decrease the viscosity of the blood. ثلاثة، they act as antiplatelet agents. أو عفوا antiplatelet agents. صحيح. رابعا، they help in remodeling of the RBCs when they pass through the arterioles and capillaries. And they improve the blood flow in the arterial circulation. فالهيموريولوجيك ايجنتس بها ايضا بها فائده كلش كبيره. وعلى فكره السيلوستازول ناو زائدا البنتوكسيفيلين they are now the drugs of choice in chronic limb ischemia. اكو other drugs يعني ممكن نستعملها بالكرونيك limb ischemia اللي هو الانتيكوغولانتس. انتيكوغولانتس عندنا انجكتبل انتيكوغولانت وعندنا اورال انتيكوغولانت. الانجكتبل يعني فور اكزامبل الهيبارين، وكذلك low molecular weight heparin. أما بالنسبة للأورال anticoagulants فتشمل الدابيغاتران، ريفاروكسابان، إبيكسابان، زين، زائدا other medications including warfarin. أوكي.
Then the conservative measures may treat about 60 to 70% of patients with chronic limb ischemia. وعرفنا شلون احنا نعالج المريض اللي عنده chronic limb ischemia. اول شيء نسوي control of the risk factors of atherosclerosis. ثانيا ننطي medications وننصح المريض على regular exercise. زين اذا ما تحسن المريض شلون يعني ساعدنا؟ إذا ما تحسن المريض عندنا other options which may be applied in a patient with a chronic limb ischemia like percutaneous transluminal angioplasty اللي هو PCI. PCI اختصار إلى percutaneous intervention. Percutaneous intervention. وهنا عندك the percutaneous transluminal angioplasty نفس معنى PCI تقريبا. اذا يعني اذا تريد تعبر عن ال percutaneous transluminal angioplasty ممكن نتعبر عنها بمختصر ثاني اللي هو percutaneous intervention PCI. اوكي بين قوسين يعني بالعربي قسطره يعني نسوي للمريض قسطره والمكان اللي بيتضيق يعني بالشريان نحاول نوسعه باستعمال البالون. لذلك الحالة احنا سميناها بالون انجيوبلاستي. وورا ما نكمل وننفخ المنطقة بالبالون ممكن نخلي شبكة ستنت بس مو دائما طبعا بس احيانا ممكن نخلي شبكة او ما يسمى بالستنت. اذا المريض ما تحسن ممكن نسوي له بايباس جرافت يعني سيرجري يعني نخلي له شريان اصطناعي او ناخذ من عنده وريده طبيعي من الجسم. وعاده اللي نستعمله هو الجريت سافنس فين. الجريت سافنس فين ممكن يعني نستعمله كشون عباره او جسر to bypass the site of obstruction. كذلك عندنا other options like end arterectomy. End arterectomy means removal of the atherosclerotic plaque او ما يسمى بالاثيروما. هنا بالاند arterectomy during surgery احنا نفتح الشريان ونشيل الاثيروسكليروتيك بليك او ما يسمى بالاثيروما ونرجع نخيط الشريان اوكي. اما المريض اللي ما يستجيب للكونزرفاتيف تريتمنت ولا ترهم له عملية جراحية هذا شو نسوي له؟ هذا نسوي له amputation which is the last option for chronic limb ischemia. هنا هذا مثال على انسداد يعني بالشريان الفخذي بالfemoral artery of the left leg. المريض هنا طبعا ما استفاد من ال conservative treatment ولا تحسن بعد ما يعني بعد ما حاولت اسوي له جوز يعني قسطره بي سي اي فاضطريت اسوي له عمليه جراحيه اللي هو باي باس جرافت سيرجري. يعني هنا ازرع شريان اصطناعي او ما يسمى بالبروستاتيك كوندوي اور بروستاتيك جرافت. او احيانا قد نستعمل نيتيف فين فروم ذا بودي اللي هو الجريت سافنس فين نستعمله ونخيط proximal and distal to the site of obstruction ويقوم يعبر دم بشكل طبيعي من خلاله ويوصل الدم distal to the site of obstruction. طبعا هنا باللون الأزرق الـ great saphenous vein which had been used as bypass grafts bypass graft. هنا تم استعمال شريان اصطناعي خيطناه proximal and distal to the site of obstruction. هنا لون الجرافت ابيض وهذا دليل على انه تم استعمال ماده اصطناعيه وليس the saphenous vein in chronic limb ischemia. هذا مثال على مريض عنده انسداد بالperiferal يعني circulation وشلنا للأثيروما أو ما يسمى بالأثيروسكليروتيك بليك. Thank you very much for listening and attention and I hope
we see us again in the next lecture. In the next lecture, we will talk about DVT, deep venous thrombosis. Thank you very much again for your listening and attention. And see you later. شكرا لكم. مع السلامة.